صحيح انه تركيب نسيجي، كل وحده لها تركيبتها النسيجيه، بما في تركيب يعني له فيها موجوده بهالطبقه في انزيمات موجوده بتخلي الكوليسترول يتجه نحو الالدوستيرون ولا نحو الكورتيزول ولا نحو الاندروجينات. اذا الطبقه الغالبه هي الطبقه الوسطى اللي هي الحزاميه اللي بتعطينا الكورتيزون، القشريه للالدوستيرون، والشبكيه بتعطينا الكورتيزون والاندروجينات. هي عم يرجعوا يحكوا عليها انه كل وحدة شو بتفرز، القشرة الخارجية اللي هي الحبيبية بتعطي الالدوستيرون يلي بنظم افرازها هو الانجيوتنسين 2 والبوتاسيوم، الطبقة الثانية والثالثة بيفرزوا الكورتيزول والاندروجين واللي وهي مسيطرة تحت وهي تحت سيطرة الاسيتي اتش. عندنا الميديولا يلي هي اللب الجهاز العصبي الذاتي الاوتونوميك اللي هو العصبي الذاتي الودي. هلا الفيزيولوجيا الالدوستيرون والكورتيزول والاستروجين والاندروجين كلهم من وين بيجوا؟ من نواة الكوليسترول. هلا الكوليسترول بيتحول لبريجنونولون، وهذا بقى حسب وين بيحطوا جذر الهيدروكسيل، جذر الكربوكسيل، حسب كل أنظيم وين بيحط فيه بال11 بال18 بال17 وين بيحط فيه جذر كربوكسيل أو جذر هيدروكسيل، هون بيعطينا اسم ثاني غير البريجنونولون. هلا حتى انه الكوليسترول تحوله للبريجنرولون بيخضع لتاثير الاسيتي اتش. هلا رح نمشي رح نروح على السلايد اللي بعده، هذا كتير كتير مهم كتير. هلا شوفوا بالطبقه الحبيبيه بيجي الكوليسترول تحت تاثير الاسيتي اتش بيعطينا البريجنرولون. هلا اذا ضل موجود بالطبقه الحبيبيه اللي هي الطبقه القشريه الخارجيه بينتقل بعد البروجستيرون. هلا كل سهم مسؤول عنه مين؟ انزيم من الانزيمات او هرمون من الهرمونات. اذا الكوليسترول بالمنطقه الحبيبيه او الكبيه بينتقل من مرحله لمرحله من البريجنينولون للبروجستيرون ل 11 هيدروكسي كورتيكوستيرون للكورتيكوستيرون تحت تأثير الأنجيوتنسين 2 بيتحول ل 18 هيدروكسي كورتيكوستيرون ومنه إلى الألدوستيرون، والألدوستيرون تعرفوا هو هو كورتيزون معدني بالدرجة الأولى لأنه بيحافظ لنا على شاردة الصوديوم وعلى الماء داخل البلازما اللي هن بيقولوا خارج الخلوي، وعلى يعني قديش موجود بالأوعية ماء وقديش بيحبس الصوديوم. هذا مين مسؤول عنه؟ الألدوستيرون اسمه، فلذلك اسمه الـ الهرمون القشري المعدني. بينما إذا البريجنينولون انتقل للطبقة الحزمية، هلأ هون بياخد سبيل شو؟ الستيرويدات القشرية وليس المعدنية. مثل ما قلنا كل سهم لسهم له أنزيم، أي أنزيم بيختفي منهم بيعمل مشكلة خطيرة جدا رح يمرق معنا بالمتلازمة الكظرية التناسلية. هدلول يلي بيجيبوا أولاد أحيانا بأعضاء مبهمة وبيتفوتوا على العناية لأنه شي بينقص سكرهم شي بينقص ضغطهم، رح نمرق عليهم. إذا بالمنطقة الحزمية في عندي كذا شي ثلاث مراحل بوجود ثلاث أنزيمات ممكن آخر شي يتحول لكورتيزول. هلا بالمنطقة الشبكية هي بتفرز شو؟ بتفرز الكورتيزول بالإضافة للأندروجينات يلي على رأسها الديهيدرو إيبو أندروستيرون اللي بيقولوا له الدهية، والأندروستينديون اللي بيعطينا تستوستيرون وبيعطي إستروجين. هذا كتير كتير مهم مثل ما حكينا هذا السلايد، وأخص إذا بدنا ندخل لقلبه الأنزيمات بكرة إن شاء الله. بس لحتى ندرس عن المتلازمة الكظرية التناسلية حنرجع.
هي طبعا السلايدات. نعم تسمعوا؟ ايه دكتوره انا اسمع تمام. لكن شو لا اقول نفس السلايدات. السلايدات مع مين تقلو؟ لا شو عندكم مكتوب؟ واضحات واضحات. هلا نظامي هلا انا سلايد محطوط اسيتي اتش النخامه. تمام. هلا الاسيتي اتش النخامي ما بيسيطر على كل مفرزات قشر الكظر، بالدرجه الاولى بينظم انتاج الطبقه اني وحده مو الكبيه، الطبقه اللي بعدها الحزميه والشبكيه، ينظم انتاج واطلاق الكورتيزول الاندروجينات، بينما الالدوستيرون اكثر بيقع تحت تاثير جهاز الرينين انجيوتنسين. وهلا رح نشوف امتى بيتحرك جهاز الانجيوتنسين. اي شيء بيوصل للكبه الكلويه انه ما في مي زياده، سواء بسبب قصور قلب انه المي خارج الاوعيه، او بسبب نقص الالبومين، او بسبب تشمع الكبد، وقت بيكون مع انه الزلمه بيكون مليان وزمات، بس الا انه بقلب البلازما ما في مي زياده، بيصل على الكبه الكلويه بتقول يا جماعه انا ما عندي مي، فلذلك بينفرز الجهاز الرينين انجيوتنسين، بيضطر انه يحرض الالدوستيرون، الالدوستيرون بيحبس الصوديوم وبيحبس ماء وبنفوت بحلقه معيبه. هلا سواء بالقلبيه او بالكليه او بالغدد حنجي على الفيزيولوجيا المرضيه ونفهم عنده. هلا بتعرفوا انه مثل كيف الاف تي 4 والالتيروكسين نفس الشيء، زياده الكورتيزول بالجسم بالدم بتثبط افراز الاسيتي اتش بالنخامه بالتلقيم الراجع السلبي. هي بالنسبه للكورتيزول، اما بالنسبه للاندروجينات الكظريه ما بتمارس هالتلقيم السلبي. فلذلك الاسيتي اتش بحرض افراز الاندروجينات الكظريه، يعني باليه التلقيم الايجابيه المباشره الايجابيه، بينما ما بتطلع الاندروجينات بتقل الاسيتي اتش انه انا الاندروجينات عندي منيحه انه وقفي الاسيتي اتش، لا هذا التلقيم الراجع السلبي بس بين الاسيتي اتش والكورتيزول، رغم انه الاسيتي اتش بحرض على افراز الاندروجينات الكظريه. هلا هرمونات قشر الكظر هون عم يرجعوا كمان يعيدوا نفس الفكره، الكورتيزول بيفرز من المنطقه الوسطى اللي هي الحزميه، بيتالف من 21 كربون اللي هي باساسها من نواه الكوليسترول. شو اللي بيميزه؟ انه على الموقع 11 في عندي مجموعه كاربوكسيل، بينما الألدوستيرون اللي هو اسمه الكورتيزون المعدني بينفرز من الطبقة السطحية اللي هي اسمها الحبيبية أو الكبية، كمان في 21 كربون، إلا أنه اللي بيميزه أنه في كاربوكسيل بالموقع 18. الأندروجينات بتنفرز أكثر شيء من الطبقة الداخلية والشبكية بالتشارك مع الكورتيزول. شو أهم المركبات الأندروجينات الكظرية؟ عندي التستوستيرون، الأندروستينجون، الديهيدرو والديهيدروسولفات اللي اسمه الديهياز، هدول بينتجوا بكميات قليلة. هلأ التستوستيرون هو أهم أندروجين كظري، وهو بتعرفوا هلأ حتى المرأة عندها أندروجين، عندها كظر، عندها أندروجين كظري، بس طبعا بيضل يعني مقنع تأثيره تحت تأثير الأستروجين والبروجستيرون الإنسوي، فلذلك ما بيأثر عليها الاندروجين بكميه خفيفه، بينما اذا كثرت كميه هالاندروجين ممكن انه تعملنا عند المراه مع اعراض استرجال او شعرانيه او اضطراب طمس. اذا حتى النساء في عندهم هدول الاندروجينات وعلى راسهم التستوستيرون. هلا حنحكي هلا رح امشي عليهم هدول بسرعه. هلا بلشنا بشو؟ بالكيمياء الحيوية. الكورتيزول بدنا نحكي عن كل واحد وشو كيف بينفرز او شو تأثيراته الاستقلابية بالجسم. هلا الكورتيزول بيتأثر افراده اكيد تحت تأثير مين؟ تحت تأثير الاسيتي اتش، واللي هو بالاساس الاسيتي اتش بينفرز بسبب وجود السي ار اتش من تحت المهاد. هذا هو المحور الكظري للكورتيزول، CRH، أسيتي أتش، كورتيزول.
هلا امتى بيزداد؟ كيف كمان بيتاثر افرازه غير انه بتحت المياه بهذا وكذلك بالشدات النفسيه والجسديه او نقص سكر الدم؟ احنا اذا بتتذكروا انه نحن حكينا انه في الهرمونات الشده من بيناتهم الكورتيزول والاسيتي اتش. اذا الشدات النفسيه والجسدية، الجسدية المقصود فيها إنه الجراحة، ارتفاع حرارة كذا، كلياتهم هدول بيزيدوا إفراز الكورتيزول. فلذلك المرضى يلي عندهم نقص بالكورتيزول بالشدات النفسية، يعني مثلا هلأ حنجي على هلأ بفقرة الداء أديسون إنه هن ما عندهم كورتيزول وأنا عم بعطيهم كورتيزون، عم عوض لهم كورتيزون بالحد الأدنى، بس يوم بيكون في شدة نفسية أو جسدية أو المريض عم يستفرغ أو إسهال أو غريب، لازم ارفع الكورتيزول ضعفين أو ثلاث أضعاف، لأنه هي الآلية الطبيعية بالإنسان إنه بيزيد بالشدة النفسية والجسدية وجود الكورتيزون. هلأ قيم الكورتيزول تقريبا الصبح بتكون 15 ميكروغرام. هلأ إفراز الكورتيزول والأسيتي أتش نبضي، يعني مثلا كل ساعتين ثلاثة بينفرز مثلا، أو كل 15 دقيقة، أو كل يعني كل ربع ساعة أو كل ساعة، حسب هالتواترات والنبضات بتخف تواترة وبتخف سعتها مع المساء. بينما بتتذكروا المرة الماضية قلنا أنه عند الفجر بتكون ذروة النبضات والأطول سعة. هلأ تركيز الكورتيزول الصباحي 6 إلى 8 الصبح بيكون أعلى من تركيزه المسائي. هذا الرتم كتير بيهمني. الكورتيزول المسائي نسبته للكورتيزول الصباحي على الأقل لازم يكون نص أو تلت. يعني إذا عندي أنا الصبح 9 مثلا نفترض، لا عندي الكورتيزون نفترض 9، لازم يكون المساء قديش؟ الافضل انه يكون 3 وبقبله للأربعة 4 ونص. هذا كتير، هذا النظم كتير ضروري ل بيدل على انه المحور هذا عم يشتغل بشكل منتظم. هلا اضطراب هي النسبه، انه اذا لقينا نحن انه الكورتيزول المسائي أعلى من الصباحي، هذا بيعطينا ضوء أحمر إنه نحن أمام مشكلة لازم نحلها. وقد نشخص ده كوشينج على قد نشخص متلازمة كوشينج أو فرط الكورتيزولية إذا دعمها الأعراض، إذا دعمتها الأعراض السريرية. مجرد إنه لقينا المسائي قد الصباحي أو المسائي أكثر من الصباحي، ما بنقبل، بنقول هذا مخالف للطبيعة. أشكال الكورتيزون بالدم، 3/4 مرتبط بالبروتين، 15% بالقلب مرتبط بالألبومين، والشكل الفعال هو بيكون على شكل فري كورتيزول، وهو النسبة الأقل وهي النسبة الفعالة. نصف عمر الكورتيزول 90 دقيقة، وبينطرح عن طريق الكبد بعد ما يقرن مع الحمض الكلوكروني. هلا ممكن إنه إذا أنا عم عاير كورتيزول كلي، ما عم بعاير كورتيزول حر، ممكن عند الحوامل والمريضات للمعالجات بموانع الحمل الهرمونية اللي فيها استروجين، هدول بيزيدوا من الناقل القشري اللي هو الترانسكورتين، ممكن إنه نقول والله وكأنه في عنا زيادة كورتيزولية بالجسم. هي لا، بس على حساب الكلي بسبب زيادة النواقل، والكورتيزول الحر بيبقى طبيعي عند الإنسان الطبيعي. هلأ وظائف الكورتيزول هي كتير مهمة، وانتوا اخذينا بالكيمياء والكيمياء بالفيزيولوجيا والكيمياء والحيويه والمرضيه، كلكم بتعرفوا انه الكورتيزول شو بيعمل. رح نمرق عليهم بسرعه. اول شغله انه بتعرفوا المريض اللي ياخذ كورتيزون بيرتفع سكره، صح؟ ليش؟ لانه هو من هرمونات الشده بيرفع السكر. ليش؟ لانه بيخلي الكبد يساوي سكر، بيدعم استحداث السكر، وبيخلي الجلايكوجين الكبدي ينحل ويعطيني سكر للجسم. فلذلك المرضى اللي عندهم مثلا انه عم بعطيهم انا كورتيزون بسبب مثلا ربو، ممكن انه يجوا لعندي بارقام سكر عاليه وهو من قبل ما كان عنده سكر ابدا. شو بسمي هذا؟ سكري ثانوي. هلا في عنا شغله ثانيه، انه الكل بيعرف كل مريض بياخذ كورتيزون لازم ياخذ معه كلز. ليش؟ لانه
الكورتيزون بينقص امتصاص الكلسن للأمعاء وبينحته من العظام، ومو بس هيك ما بيخليه يمتص من الأمعاء وبيحط العظم وبيخلي الكلسي يروح مع البول، فلذلك كمان ممكن يصير عندهم حصيات كلوية. الكورتيزول هو هرمون ليس بناء، هو هرمون هدام، فلذلك المرضى بتلاقوهم انه صحيح عندهم شحوم بالمنطقة المركزية، بس اذا بتطلعوا على اجريهم شو بتلاقوهم؟ بتلاقوهم مثل اجرين النعامة، عن جد اجرينهم نحيفة وجزعهم سمين لانه في شحوم. بيؤدي مثل ما قلنا بيزيد من تركيب الشحوم وبيحطهم بشكل مركزي، بيؤدي للبدانة المركزية وفرط شحوم الدم. بيهد العضلات وأخص البانية والمحيطية، فلذلك ومو بس إنه بيهدهم، والنيتروجين اللي فيه أو الأزوت بيضيعوا مع البول. المرضى اللي عم ياخدوا كورتيزون بيصير عندهم بوال، قد يكون بسبب السكري، وشغلة ثانية لأنه الكورتيزون بيزيد الرشح الكبدي وبيمتص الصوديوم. بيمتص الصوديوم للجسم وبيحبس الصوديوم وبيسبب عندي ارتفاع ضغط شرياني وبيخلي الماء يروح، يعني بيحبس الصوديوم فلذلك بيرتفع الضغط. الكل اللي بيعرف أنه بصراحة هو من أقوى المضادات الالتهابية، فلذلك نحن نستخدمه كتير بالأمراض المناعية اللي هن مثلاً بالمرضى الداء الرسياني نعطيه فترة، بينما بمرضى الذئبة الحمامية بينعطى بشكل كامل طول ما المريضة مع الذئبة أيضاً بتنعطى كورتيزون. في عنا الأمراض المناعية الذاتية، التهاب الأوعية كذا اللي حتاخدوه بالمفاصل، كل علاجهم رقم واحد كورتيزون بالإضافة للربو والأمراض التحسسية. ليش؟ لأنه بيثبط الاستجابة الالتهابية، إذا بتتذكروا عن تثبيت اللباز آتون والأراشيدونيك وهالحكي. الكورتيزون بيزيد عدد الكريات البيض، بيزيد عدد اللمفاويات والحميضات بالدم المحيطي، فلذلك مثل ما قلت لكم مثلا نعطيه بمرضى اللي عندهم تحسس أو ربو. بيزيد من حساسية الأوعية لتأثير النور إبينفرين، فلذلك المرضى شو بيصير عندهم ضغط. هلأ الملاحظة اللي عم يقولوها إنه مريض عنده فرط نشاط درق ومريض عنده فرط كورتيزولية، أنه الأسوأ على والأخطر على الكثافة العظمية؟ عم يقولوا مين؟ الكورتيزول. ليش؟ لأنه بيفعل الكاسرات، كاسرات العظم، وبيثبط البانيات، بينما الالتيروكسين بيفعل الكاسرات والبانيات، فلذلك وقعوا على ترقق العظام أقل. هلأ الألدوستيرون هو مثل ما قلنا استيرويد معدني، له شغلتين، بينظم حجم السائل خارج الخلوي، يعني ما بين قوسين انه حجم السائل الجاري بقلب الأوعية الدموية، وبينظم استقلاب البوتاسيوم. هلأ انا بصراحة حافظة شغلة بدي اياكم انتم تحفظوها مثلي. المريض اللي عنده زيادة استيرويد معدني، يعني عنده داكون اللي هو ورم أو فرط تنسج بالطبقة السطحية اللي هي الطبقة الكبية، وقت بينفرز الألدوستيرون بيصير عندي قلاء استقلابي ناقص البوتاسيوم. احفظوا لي اياها، وقت بيكون في ألدوستيرون زيادة بيكون عندي قلاء استقلابي ناقص البوتاسيوم، تقريبا كلهم فيهم قافات. أنا ما بحب هالطريقة بالحفظ، بس يعني هي كتير بيجي عليها لأنه أسئلة عالمية. ليش بيصير قلاء؟ لأنه الألدوستيرون بيروح شوارد الهيدروجين مع البول، وبيمتص شو؟ بيمتص الصوديوم. فلذلك شو بيصير عندي بالأنابيب الكلوية، بالأنبوب الجامع الكلوي، بيطرح شوارد الهيدروجين، بيروح الحماض، شو بيصير الجسم فيه قلاء واستقلابي، لأنه له علاقة بالكلية وليس له علاقة بالتنفس بالرئة. الشغلة الثانية هو عم يطرح شوارد الهيدروجين، بيطلع معهم شوارد بيطرح البوتاسيوم، فلذلك عندي قلاء استقلابي ناقص البوتاسيوم. كتير بيجوكم انه مريض عنده ضغط، عملوا له البوتاسيوم لقوا نازل، عنده المريض ضعف عضلي بسبب نقص البوتاسيوم، عملوا له غازات دم شرياني لقوا قلاء، شو بتشكوا بتشخيصه؟
كثير بيجي هذا، رغم انه يعني يمكن انا مرتين بهالعمر كله شفت كون، بس هيك بيحبوا يسالوا عن الاسئله القليله، عن الاسئله النادره للاسف. طيب حكينا لكم هي الفكره. هلا هناك ثلاث اليات تضبط تحرر الالدوستيرون من قشر الكزار. اولا جمله الرنين انجيوتنسين، مثل ما قلت لكم مجرد انه اجى على الكبه الكلويه مي قليله مباشرة. أنت بيجي عنا مي قليلة، إذا مي كان نازل المريض تجفاف إقياء وإسهال، المريض عم يستفرغ كتير، فقد الصوديوم، المرضى اللي عندهم فرط بوتاسيوم، هلأ حنقول ليش، المرضى الأسر البولي، التشمع الكبدي ما عندهم ألبومين بيهرب السائل للحيز الثالث، قصور القلب الاحتقاني، نقص الألبومين، كل دياتهم هدلولة بيجيبوا مي قليلة على الكبة الكلوية، فلذلك بينفرز الرينين الأنجيوتنسين بيحرض على إفراز الألدوستيرون. بيجي الألدوستيرون مباشرة بيقل للصوديوم لا تطلع من الجسم، بيرجع بيمتصه وبيمتص الماء اللي معها مشان يحافظ على أنه يرجع على المنطقة الكبية مي أكثر. هلأ تركيز البوتاسيوم بالمصل كتير له دور، مثل كأنه تلقيم راجع وراجع، تلقيم الراجع السلبي. ارتفاع هلأ هو البوتاسيوم لازم دائما يكون نازل تحت تأثير الألدوستيرون، إذا رفع رأسه شوي مباشرة بيلاقي له الألدوستيرون وبينفرز أكثر وبيرجع بخفضه. الحاسة الكظرية اللي هي الأسيتي أتش، بصراحة أنه تأثيره كتير قليل على تحرر الألدوستيرون. أكثر شيء بيظهر هذا التأثير بيظهر بشكل مهم وقت بيكون في عندي حالات شدة، بينفرز الأسيتي أتش كحالة شدة وبيأثر على إفراز الألدوستيرون، وأخص إذا في عندنا مثلا حروق أو نزوف، وبنفس الوقت إنه بينقص السائل داخل الأوعية وبيفعل جنة الرنين أنجيوتنسين والحاسة الكظرية بتزيد من تحرر الألدوستيرون من المنطقة قشر الكظر. هلأ الأندروجينات، قلنا الدهية هو الأندروجين يعني الأساسي يلي بينفرز منه كمالة الأندروجينات. هلأ مثل ما قلت لكم إنه الأندروجين الأساسي يلي بينفرز منه بقية الأندروجينات هو الدهية، ومستقلباته كلياتها شو هي، يعني المستقلب اللي منلاقيه بالبول شو هو، 17 كيتوستيرويد. هذا بيدل على انه المستقلب يعني المستقلب للاندروجينات الكظريه. هلا ال17 كيتوستيرويد مثل ما قلنا هو مستقلب اندروجيني، عند الذكور تلتين بيكون بسبب شو؟ بسبب الكزر، والتلت البقيان بيجي يعني 17 كيتوستيرويد موجود بالبول. من وين جاي هذا؟ من المستقلبات، مشي من تلتين من الأندروجين الكزري وتلتهم من التستوستيرون الخصبي. أما الإناث أكيد ما عندهم خصيتين، فلذلك كل 17 كيتوستيرويد المستقلب الأندروجيني كله جاي من وين؟ من الكزر. هلا رح نيجي عليهم هدلوري، انه عندي عوز ثلاث أنزيمات ممكن يعطونا متلازمة الكظرية التناسلية. هي كيف المتلازمة الكظرية التناسلية؟ مثل ما قلت لكم بيجي ولد ناقص سكره أو ناقص ضغطه، الولد مو طبيعي متجفف، هذا الوليد ها بيجي مجرد انه شافوا انه الولد في عنده تجفاف راقبوا له سكره، اي ولد مو طبيعي عند الوليد دغري بيراقبوا له سكره، بيشوفوا سكره ناقص، مجرد انه شافوا سكره ناقص وعنده تجفاف مباشره بيشكوا بالمتلازمه الكظريه التناسليه وبيروحوا بيشوفوا الاعضاء التناسليه، هل هي اعضاء مبهمه ولا اعضاء يعني واضحه، لانه هي راح ندرسهم هنا خمس انواع من المتلازمة الكظرية التناسلية ان شاء الله حنقدر. هلا شو بتعمل المتلازمة الكظرية التناسلية؟ ممكن انه تسبب عند الاناث اعضاء مبهمه، وفي نوع واحد منهم حتى بيسبب عند الذكور اعضاء مبهمه، وبيعمل بلوغ مبكر عند الذكور بسبب زياده الاندروجينات، يعني الولد بدل ما يبلغ
مثلا بال 13 بصير عنده بلوغ بالعمر 8 سنوات. هلا هنيجي على فرد، خلصنا من هاللمحه الفيزيولوجيه، هلا بدنا نيجي على فرد كورتيزوليه الجسم او فرد كورتيزول الدم ومتلازمه كوشينج. من بيناتهم داء كوشينج اللي هو مفرز للاسيتي اتش، هذيك المره حكيناها. إذا بتتذكروا حتى داء كوشينج هو أشياء عند النساء من هو عند الرجال. قد يكون فرط الكورتيزول إما خارج المنشأ، وعلى فكرة هو السبب الأشياء، لأنه شفتوا كتير من الأمراض نضطر نعطي فيها كورتيزونات مثل الإبيضاضات والربو والذئب الحمامية الجهازية. داخل المنشأ قد يكون من النخامة، قد يكون من الكزر، قد يكون من ورم هاجر. وأكثر ورم بيفرز الأسيت أتش الهاجر هو ورم الرئة صغير الخلايا، يلي كتير هذا يعني له ميزات خاصة فيه، تعرفوا كتير بيجي عليه أسئلة سواء بالداخلية صدرية أو بالجراحة الصدرية. هلأ الأسباب، هلأ المرة الماضية حكينا عن الكوشينج، هلأ حنحكي عن الأسباب الكظرية اللي بتأدي لزيادة إفراز الكورتيزول. قد يكون فرط تصنع كظري ثنائي الجانب، يعني الكظرين خلاياهن كتير فعالة، وإما قد يكون بشكل عقيدات أو إنه الكظر كله، قشر الكظر كله في فرط تصنع، أو أحياناً بيكون غدوم أو ورم غدي على حساب إحدى الغدتين إما اليمنى أو اليسرى. هلأ الورم الغدي وحيد الجانب هذا شو بيعمل لنا يا حزركم؟ إنه الورم المكان اللي فيه ورم عم يفرز كورتيزون، عم يطلع الكورتيزون على النخامة يثبت الأسيت أتش، الأسيت أتش مثبت، الغدة الثانية ما عم يجيها الأسيت أتش، فلذلك بتضمر. إذن بيؤدي لضمور الكظر المقابل السليم. هلأ هون هي المشكلة لازم ننتبه لها إمتى؟ وقت اللي بنستقصد منقول، وقت بنستأصل منقول والله ايه والله عنا الغدة الثانية بتعاود ما بده المريض كورتيزون، هي بتكون مقنعة ومن قلة الاستعمال ومن قلة الأسيت أتش المحرض بتكون الخلايا يعني كابتة ومهملة وغير فعالة، ما بتقدر بيوم وثانية تفرز الكورتيزون اللي بحاجته للجسم. فلذلك ضروري جدا انه المرضى اللي منقلن ورم كظري وحيد الجانب نضل نعوضهم بالستيرويدات منشان ما يصير عندهم نوبة قشر كظر حاد او السحب الكورتيزون. هلا حنمرق عليها. عم يقولوا انه المريض بدنا نضل نعوضه كورتيزونات منشان ما يتعرض لنوبة قصور كظر حاد، قد نضطر نعطيه شهرين، 9 شهور، سنة، الأفضل إنه نعطيه لفترة طويلة وما نوقفه مباشرة قبل السنة. هلا خلصنا من الورم الغدي الوحيد الجانب، هلا بدنا نحكي عن الكارسينوما سرطان الكظر. هلا هذا غالبا بيكون بصراحة بيكون يعني خبيث زيادة، بياخد كل طبقات الكظر، بيرتشح بالأنسجة المجاورة وبينتقل انتقالات بعيدة. هلأ مشكلته هون إنه مو بس بيفرز الكورتيزول مثل الورم الغدي اللي هلأ حكينا عليه بالفقرة السابقة، يمكن إنه ينتج الكورتيزون السكري اللي هو الكورتيزول والهرمونات المذكرة. وعموماً إنه بتكون الأعراض صارخة بسرطان الكظر، المريضة خلال 3-4 شهور صارت سحنتها كوشينج ومترجلة، صار عندها الشعرانية، صار عندها ضمور بالثديين، عرض بالمنكبين، يعني أخذت شكل رجال تماما، وصوتها بيصير عريض يعني، والأعراض بتكون سريعة. وقت يجي ندور على سرطان الكظر منلاقي ما في صعوبة أبدا بالتدوير عليه، بيجي هو بيقلنا من أول ما نعمل إيكو أو طبقي أنا هنا. هلأ كوشينج الهاجر هو من أعراض منقول تنازر نظير غدي للأورام الخبيثة. هلأ بيترافق مع مريض عنده خباثة، بيترافق أكيد مع سوء الحالة العامة ونقص شديد بالوزن، وكذلك بتعرفوا كل شيء خبيث بيتطور بسرعة. أشعة الأورام المنتجة له قلنا سرطان رئة صغير الخلايا، وممكن سرطان الدرق والمبيض والبنكرياس. بيؤدي
الكوشنج الهاجر بيؤدي لقلاء استقلابي ناقص البوتاسيوم مثل كون، بس بيكون في عند المريض ضغط وبس ضعف عضلي، بينما هدلولة بيكون عندهم أعراض كوشنج صارخة. هلأ الكوشنج الهاجر شو بيفرز؟ بيفرز الكورتيزون ولا بيفرز الأسيتي أتش؟ أكيد بيفرز الأسيتي أتش. فلذلك وقت بينفرز الأسيتي أتش بتعرفوا أنه هو مشتق من البروبو بيو ميلانوكورتين، فلذلك بيترافق الكوشنج الهاجر انه المريض غامق بسبب افراز الميلانين او الـ AMH اللي هي الحاسة الميلانينية، وبيكون عم يعطيه اوامر قوية للقزر انه ينتج الكورتيزول الاندروجينات، وبيعطينا اعراض مذكرة عند الإناث. وقت بيكون في عنا آفة سرطانية والمريض عنده قلاء استقلابي ناقص البوتاسيوم، لازم مباشرة نعاير الكورتيزول ونعاير الأسيتي أتش. هلا هون قد يختلط علينا إنه المريض عم ينقص وزنه بينما بكوشينج بيزيد وزنه بسبب البدانة المركزية، والمريض غامق. هلا مرضى الأديسون عندهم الأديسون هو القصور الدرق قصور الكظر البدئي، بتعرفوا الأسيتي أتش بيكون عالي، كمان بيعطي غماءه بالمريض وكمان بيعطي نقص وزن. اذا هون شو نحن على مفترق طرق، منعاير الكورتيزول. هلا اذا كان مصبط كتير هذا أديسون، اذا الكورتيزول عالي والأسيتي أتش عالية كتير نحن امام كوشنج هاجر بسبب ورم. أعراض كوشينج يمكن كلكم بتعرفون وتشوفوا مريضة مرة واحدة كوشينج، وأخص إذا بتشوفوا مثلا الأطفال اللي معالجينهم بسبب مشاكل مثلا نيفروز أو شيء، أول ما بيفوت دغري بيبين عليكم أعراض الكوشينج. وجه قمري، وجه بدري، بيكون في الوش الجلد رقيق وباينة تحت منه الأوعية ومنتبج وأحمر وغامق، مثل ما قلنا الشحوم بتزيد وبتتراكم بالمناطق المركزية، ممكن تعطينا انه فوق الترقوة يعني حول الرقبة بتعطي وسادات شحمية، ممكن هالشحم يقعد بحدبة الجاموس بالسنام بوفالو، وين منلاقيه اسفل الرقبة من الناحية الخلفية. قلنا انه هو بيقود البروتينات العضلية، فلذلك المريض بيصير عنده ضعف عضلي، المريض ما بيقدر يطلع على دراج، بيقرفس ما بيقدر يقوم، منلاقي عندهم كدمات ورقة الجلد وهشاشية الأوعية، فرط التصبغ قلنا لكم شو سببه، بسبب زيادة الأسيتي أتش والآMH يعني الحاسة الميلانينية، بيعمل اضطرابات بالطمس عند النساء يعني، أو يعني بيأثر على المحور التناسلي. ليش؟ لأنه فرط الكورتيزول بيأثر على الخلايا المنتجة للـ FSH والـ LH. الكآبة هي كتير مهمة. مرة مريض عنده ربو عطيته كورتيزون وهو كتير مثقف، هو قبل بمرة عنده ربو أنه أخذ الكورتيزون وصايبه كآبة فظيعة، بالفعل اللي ما قدر يكمله، ما قدر يكمل الكورتيزون أبدا. نحن الكورتيزون إذا قبل 7 أيام فينا نقطعه بشكل فجأة، قلت له خلاص وقفه، كتير بيعمل له أعراض نفسية. حتى مرضى كوشينج كلياتهم بيكون عندهم اكتئاب. المرضى بيصير عندهم عدوى شعرانية مثل ما قلنا، لأنه الكورتيزول بالكميات الكبيرة بيقلد الأندروجين، وحتى أنه الأسيتي أتش قلنا بتزيد إفراز الأندروجين، فلذلك المريض بيصير عندهم عدوى شعرانية. المرضى بيرتفع عندهم الضغط لأنه بيحبس الصوديوم، الكورتيزول بيحبس الصوديوم، وعلى رأسهم هلا رح يمرق معنا الكورتيزول بيرفعوا بيحبسوا الماء والصوديوم. المرضى بيصير عندهم داء سكري لأنه هو هرمون معاكس للإنسولين. المرضى بما أنه عندهم زيادة الكورتيزون، قلنا الكورتيزون له وظيفة مضادة للالتهاب، ممكن تسرع بالإنتانات،
وبيأخر اندمال الجروح. قلنا انه بينقص الكتله العظميه لانه بينحت العظم وبيروح الكلس وبيبعته لوين؟ بيبعته مع البول، فلذلك ممكن يصير عندهم حصيات كلويه، بيحبس الصوديوم فلذلك يصير وزنه بالجسم. اهم شيء عندي التشققات الارجوانيه وين بنشوفها؟ بالبطن والخواصر وبالفخذ والعضدين. هلا هون انه بتكون عريضه، يعني عرضها اكثر من نص لواحد سنتي، بتكون عريضه كثير، وبنفس الوقت لونه أغمق من تبعات الحمل وتبعات البدان. يعني المريض اللي بدين اللي عم يزداد وزنه بشكل مطرد يعني بشكل سريع، والحمل بيتصير عنده تشققات بالبطن، ممكن نلاقي حتى تشققات بالفخذين، بس هدلولة إن التشققات بتكون بتكون ضيقة معارضة كتير وملغامة، أو مجرد انتهى الحمل أو المريض نحب حاله مباشرة بترجع للون الأبيض الصدفي. وهي عبارة على فكرة علاج كتير صعب التشققات، لأنه مثل يعني جلد ومزع. إذا نحن بنقول مثلا إذا واحد لابس مثلا لباس ضيق وكيف ماشي بيتمزع، وهون نفس الشيء، مو انه مفتوق مثلا التنوره او البنطلون مو مفتوق محل الخياطه، لا، النسيج بحد ذاته ممزع. هذا تصليحه كثير. هلا قلنا بكوشينج، اذا كان في عندي الكوشينج النخامي ممكن انه نلاقي، اذا في عندي ماكرو ادينوما ممكن انه يعمل لنا صداع وتتاثر الساحه البصريه، يصير عندي عمى صدغي، عمى نصفي صدغي. بينما بالكوشينج الهاجر ممكن انه يكون عندي شو اعراض الورم بحد ذاته، وفرط تصبغ الجلد لانه الاسيتي اتش والحاسه الميلانينيه بينفرزوا مع بعض، وبيكون في عندي قلاء استقلابي ناقص البوتاسيوم. هلا انا مريضه عندي اجتني بهالاعراض كلها، وجه بدري وبداني مركزيه وضعف عضلي، شكيت انه عندي فرط كورتيزولية الدم. شباب بس تلقيم راجع، انتوا معي ولا ايه؟ معي. ايه الحمد لله الحمد لله. يلا هلا شكينا، انا بقال بدي ثبت التشخيص على فكرة، وكتير هدول النتائج يا حرام فوق ما التحاليل المخبرية غالية، التحاليل الهرمونية وياما وياما بتجي بتضيع الأطباء والطلاب والطب والأساتذة والبروفيسورية. فلذلك كتير من الأحيان أنه ما بيلاقوا تفسير لها الاضطرابات الهرمونية، بيتركوا المريض وبيرجعوا بيحللوا له بعد فترة. بس أحيانا سبحان الله المريض بيجي أبدا يعني تحاليله بتجي مطابقة لأعراض السريرية وبيكون تشخيصه كتير سهل. طيب كيف بدنا نشخص كيف بدنا نشخص انه في عندي فرط كورتيزوليه بالجسم؟ هلا حنشوف كيف بدنا نشخص زياده الكورتيزول بالجسم، بعدين بدنا نعرف وين مصدره، هل هو نخامي ولا كظري ولا دوائي ولا من ورم هاجر، هل معتمد على الاسيتي اتش ولا غير معتمد. اذا هدول الاسئله كثير مهمين، ولابد من قبل كل شيء انه التشخيص بده يكون عندي اعراض سريريه مقنعه انه انا عم دور على فرط كورتيزوليه الجسم، لانه التحاليل كتير بتخربط، ما فيني اعتمد كتير على التحاليل. هلا لتاكيد وجود فرط الكورتيزوليه بالجسم في عنا عده اختبارات. هلا صاروا اربع اختبارات وجميعها لها نفس القيمة التشخيصية، هدول اسمهم اختبارات مسح نخل، بس بدي أعرف إنه المريض عنده زيادة كورتيزول بجسمه ولا لا، ما عم دور هلأ على مكانه، بس بدي أثبت إنه في عندي فرط كورتيزولية بالدم. في عندي أول شيء عيار كورتيزول حر بقول 24 ساعة، بقول للمريض يجمع بقول 24 ساعة ومنساوي عيار الكورتيزول الحر فيه. هلأ إذا كان أقل من 40 ميكروغرام بصراحة بينفي، بس إذا كان مثلاً 150-200 ميكروغرام بالديسيلتر بيشخص إنه أنا عندي فرط كورتيزولية. إذا هذا الاختبار كمان له إيجابية كاذبة. في
في عندي غير عيار الكورتيزول الحر بيقول 24 ساعة عندي اختبار التثبيت ب 1 ميلي جرام ديكسانيتازون. هذا السؤال رح يجيكم انه شو الفرق بين التثبيت ب 1 ميلي جرام والتثبيت ب 8 ميلي جرام؟ كل واحد له شغلته. تثبيت ب 1 ميلي جرام ديكسانيتازون هذا لتشخيص فرط الكورتيزولية بالجسم. كيف بنعطي؟ بنعطي 1 ميلي جرام ديكسانيتازون الساعة 11 بالليل. هلا الامبوله فيها 8 ميلي جرام، انت بدك تاخذها وتمددها ل 8 وتعطي المريض فقط 1 سنتي يعني 1 ميلي جرام، تعطيه الساعه 11 بالليل وثاني يوم الصبح بتشوف تثبط ولا لا. اذا انسان طبيعي رح يتثبط وحتكون النتيجه اقل من 1.8 ميلي جرام بالديسيلتر. اما اذا المريض عنده فرط كورتيزوليه شو بيكون عنده؟ بيكون عنده الكورتيزون أكثر من 1.8. هاي أول اختبار. والثاني الاختبار الثالث، نحن متفقين إنه الكورتيزول الصباحي بيكون عالي أو طبيعي، المساء بيكون كتير مثبط. هلأ إذا عايرنا الكورتيزول الساعة 11 بالليل طبيعي لازم يكون صفر يعني معدوم أو بقبله للعشرة. أما إذا لقيته 20 و30 والله بقول فعلا في عندي فرط كورتيزولية بالجسم. هلأ في واحد حديث كتير هذا تحري كورتيزول اللعاب الساعة 11 بالليل، بياخدوا مسحة من اللعاب وبيعايروا فيها الكورتيزول، طبيعي أن يكون بين 0.1 ل0.15 ميكروغرام بالديسيلتر. حكينا انه الصباحي لازم يكون اكثر بضعفين او ثلاث اضعاف من المسائي. اما اذا صار الصباحي قد المسائي او اكثر من الصباحي، هون بقول انه عندي فرط كورتيزول الدم. ليش عم نقول نحن انه كل مره عم قلكم انه كورتيزول حر بيقول 24 ساعة زايد بيعطيني إنه أنا عندي فرط كورتيزولية بالجسم، ما عم أقول إنه ما عم أقول كوشين، لأنه في عنا كوشين كاذب. يعني أحيانا المريض بيعطيك منظر كوشين وبس هو بيكون كذب. مثل شو إنه قد تقلد الكوشين؟ مرضى الكآبة اللي بيصيروا بيأكلوا كتير، مرضى الكحوليين بيصيروا كمان عندهم بدانة جذعية وعندهم وشهم بيورد للأسف أول فترة. المرضى الحوامل ممكن إنه هيك تلاقون البدانة يعني منظرهم بيشبه كوشين. المرضى اللي عم ياخدوا مضادات السرعة الفينوتوئين. هلأ فلذلك من شان التخلص من الإيجابية الكاذبة هدلولة اللي عم بحكي لكم عليهم، الكآبة والشدات النفسية والكحولية والحمل، هدلولة ممكن إنه تعطيني منظر سريري بيشبه الكوشين، وبالإضافة لأنه حتى تحاليلهم بتعطيني إيجابية كاذبة. يعني هدلولة مثلا إنه عندي مريضة بدينة، هي أكثر شيء بنختلط فيها، إنه مريضة مكتئبة وبدينة وجاية قد ما لها بدينة تشبه كتير مرضى كوشين. عملنا لها التحاليل فرط الكورتيزولية، عطتني إنه فعلا في عندي فرط كورتيزولية، بس أنا هن هدول بيعطوا فرط كورتيزولية كاذبة. بيجي بدي أتأكد إنه فعلا إنه جسمي عم يفرز كورتيزون زيادة ولا لا، هون بدي ألجأ لاختبار تثبيت المديد بالديكسانيتازون. بعطي نصف ميلي جرام ديكسانيتازون كل 6 ساعات لمدة 48 ساعة، بعدين منشوف الكورتيزول بالمصل. لازم يكون هون مصبط على الآخر، لأني صار لي أنا يومين عم صبته. هلأ إذا كان كوشينج بيكون الكورتيزول عالي، بينما إذا كان كوشينج كاذب مثل ما قلنا أنه سواء سريريا أو مخبريا عطاني فرط كورتيزولية كاذبة مثل الحالات اللي ذكرناهم فوق، وقت بعمل هذا الاختبار اللي بعطي نص ميلي جرام ديكسانيتازون على مدة 6 ساعات يكون صبطته وتصبيط بطيء، هون بيعطيني بالكوشينج الكاذب بيعطيني الكورتيزول بالحد الأدنى. هذا كمان هذا الاختبار كتير مهم،
متى نستخدم اختبار تثبيط البطيء؟ وقت يكون عندي كوشين كاذب اللي هي حالاته مثل الحوامل والمعالجين بالاستروجين وعلى رأسهم البدينات هو أكثر شيء البناني. أنت بدي أعرف هي كورتيزونية ولا في فرط كورتيزولية مرافقة، يعني هي كوشينج ولا فرط كورتيزولية كاذبة، لازم ألجأ لهذا الاختبار. شغلة ثانية إنه لازم عاير الأسيتي أتش، لأنه كتير سؤال مهم إنه هل الفرط الكورتيزول معتمد على الأسيتي أتش ولا لا. إذا كان معتمد على الأسيتي أتش بيكون الأسيتي أتش عالي والكورتيزول متجاوب معه أكثر وأكثرين. بالهاجر بيكون الأسيتي أتش عالي 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 كتير بسبب ورمي والكورتيزول متجاوب معه. لتحديد المصدر إنه هل هو الأسيتي أتش نخامي أم هاجر، نلجأ لاختبار الديكسرميتازون بالجرعات العالية. إذا أنا شو صار عندي؟ اختبار تثبيط الديكسرميتازون بواحد ميلي جرام، هذا لشو؟ هذا لنفي فرط كورتيزولية الدم. الاختبار التثبيط البطيء لنفي الإيجابية الكاذبة. تثبيط بالديكساميتازون العالي بـ 8 ميلي جرام، هذا بنستخدمه لنشوف إنه هذا الأسيتي أتش نخامي ولا لا، إنه ورمي خبيث. النخامي والله بيستجيب شوي، بيتصبط على 8 ميلي جرام، بينما الورمي ما بيتصبط على شيء أبدا لأنه خبيث ولا يخضع لأي قانون متعارف عليه فيزيولوجيا. فرط الكورتيزول غير المعتمد على الأسيتي أتش إما أن يكون كظري، وهون بيكون الكورتيزول عالي والأسيتي أتش مصبط، وإذا كان دوائي بيكون الكورتيزول نازل والأسيتي أتش نازل، إلا أنه المركبات الكورتيزونية الدوائية هي اللي عالية وهي اللي عم تشتغل وهي اللي عم تعطيني منظر كوشينج. إذا مثل ما قلت لكم أحيانا كتير بيجونا مرضى بيلبكونا بالأعراضهم اللي مريضة بدينة وفي شك تكون إنه كورتيزون إنه كوشينج، وبنجي بنعمل التحاليل بتفوتنا بالحيط أكثر، فلذلك المريض نعطيه حمية كذا ونقول له إنه تعال لعنا بعد 3 شهور نعمل لك التحاليل مرة تانية عسى ولعل إنه بعطينا تشخيص أضبط. التشخيص الشعاعي بدنا ندور على المكان اللي عم ينفرز منه الكورتيزول أو الأسيتي أتش أو الأسيتي أتش الهاجر، ممكن إنه نعمل مرنان أو سي تي للكظرين. هلأ بالنسبة لمرضى الورم المفرز للأسيتي أتش، هلأ نحن إذا بتتذكروا كنا نقول إنه تقريباً 60 أو 70 أو الأغلب يعني 80% بيكون ميكرو أدينوما. هلأ بدنا نشوف، بدنا أحياناً ما بيطلع معنا ونحن عارفانين إنه نحن هذا داء كوشينج، باين إنه طلع معنا التشخيص إنه داء كوشينج نخامي، وعملنا رنين مغناطيسي ما طلع معنا الورم، أدماره صغير ما بين معنا. وبتذكر المرة الماضية قلنا إنه أحياناً إنه المرنان ما بيكون كتير إذا ما فوكسين على منطقة النخامة، وحتى ولو بأحسن المراكز إنه أحياناً ما بيبين. بيلجأوا لهون، أنا مرة هي شفت بمشفى الأسد الجامعي بيلجأوا لقسطرة الجيب الصخري، بياخدوا من جهة اليمين ومن جهة اليسار وبيعايروا الأسيتي أتش بيمين وباليسار، بيعرفوا وين مكانه. علاج متلازمة كوشينج، إذا بتتذكروا مثل داء كوشينج دائماً أول شيء جراحي، إذا ما مش الحال جراحة بالأدوية حنمرق عليهم. هلأ الجراحة دائماً هي الخيار الأول. إذا كان في عندي ورم غدي كظري أو سرطان كظر، نستأصل المكان يلي فيه الورم، ولازم نعوض الكورتيزونات تقريباً لمدة سنة. إذا كان عندي الورم نخامي مفرز للأسيتي أتش، نعمل جراحة عبر الجيب الوتدي من وين؟ من تحت، يعني من الأنف. هلأ أحياناً ما بنقدر نستأصل كظر وحيد الجانب لأنه بيكون عندي فرط تنسج كظري ثنائي الجانب، هون بنستأصل الكظرين. وأحياناً إنه مريض داء كوشينج مخامي ما عم يستجيب معنا أبداً، بنضطر نروح نقلع مصدر المكان اللي عم يتصنع فيه الكورتيزون ونقيم الكظرين، وهون بتلت الحالات تجينا حالة متلازمة نيلسون اللي بصير فيه إفراز شديد للأسيتي أتش والآم أتش، والمريض بيجينا غامق كتير. هلأ احتمال إنه بعد ما نستأصل الكظرين
المريض مثلا قد يصير عنده صداع او عنده مشاكل بصريه، نرجع نعيد المرنان يطلع معنا، ساعتها بنفوت وبنجيب بالجراحه بنجيب هالورم. اذا عندي مثلا سرطان رئه صغير الخلايا بقدر إيه استقصله، ما بقدر استقصله بعمل علاج كيماوي. الأحيان نضطر للأدوية المثبطة للكورتيزول. شو هي الأدوية المثبطة لإنتاج أو لا يعني بتكبح إنتاج الكورتيزون عن طريق أي أنظيم بتخرب الأنظيمات اللي بتشكلنا الكورتيزونات؟ في عنا الكيتوكونازول اللي هو مضاد فطري، ممكن نعطي ميترابون بيثبط أنظيم الإنتاج بالتهيدروكسيلاز، ممكن نعطي الميتيونان هذا نفسه اللي بيستخدموه بالمبيدات الحشرية، وفي عندي الأمينوغلوتاميد. هاي الأدوية غالية وما بنلجأ لها إلا إذا الجراحة غير يعني الجراحة فشلت أو إنه ما بنقدر نعرض المريض لجراحة. هلا النقاشات السريرية قديش صارت ساعة؟ طيب هلأ النقاشات السريرية عم يعطونا حالات سريرية وبدنا نحكي فيها، بدنا نفتي فيها مثل ما بيقولوا. راجع رجل عمره 30 سنة عم يشكو من تعب، كل مرضانا بالغدد بيقولوا كن تعباني، قصور درق، ديكوشينج، دا أديسون، كلهم بيجوا بيقولوا لك تعب. بس هالتعب إنه المريض ما عم يقدر يركض الركض يلي بالعادة هو بيركضه كل يوم بيركض نص ساعة ما تقدر، حتى ما عم يقدر يطلع على الدرج، وطوله 180 سنتي ووزنه 90، ضغطه عالي شوي 16/9 أو 196، نبضه عادي وعنده تشققات بالبطن أرجوانية. شو احتمالات التشخيص؟ والله هو في عنده شغلات بتشبه كوشينج، بس قد يكون كوشينج الكاذب اللي قلنا عليه. وشو هي التحاليل اللي بتساعدنا بالتشخيص؟ وعم يقولون أنه هذا المريض عنده السكر 120 على الريق، فيها اضطراب والكلس يعني على الحد الأعلى. هل عم يقولوا ناقش، خلينا نناقش هالعبارات التالية. أنه المريض بنطلب له عيار كورتيزون صباحي. هلأ الكورتيزون الصباحي يا شباب، يا ريت انه يعني حسبي الله ونعم الوكيل ما لنا قدرانين نفتح هلا وناخذ نقاشات. هل نطلب له عيار الكورتيزون الصباحي؟ الكل هلا حيقول كلا. ليش؟ لانه ما نذكر اللي هلا نحن المتن اللي كنا عم ندرسه والنص العلمي اللي درسناه ما قالوا في شيء اسمه عيار الكورتيزون الصباحي ابدا. اذا بتتذكروا شو قلنا؟ قلنا كورتيزون حربي بقول 24 ساعه، وعيار الكورتيزون المسائي، وقلنا اختبار تثبيت بواحد ميلي جرام، وقلنا شو كمان؟ انه اللعاب المسائي، صح ولا لا؟ اذا ما قلنا كورتيزون صباحي. هلا عيار كورتيزون الضم الصباحي والمسائي نحن قلنا في رسم عنا انه الصباحي اكثر من المسائي، اذا اختلفوا ممكن بصراحة يعطينا فكرة انه عندي فورس كورتيزولية الجسم. هلا المريض نطلب له كورتيزول البول بعينة عشوائية؟ لا، نحن قلنا نطلب كورتيزول البول حربي، كورتيزول حربي بول 24 ساعة. يعني هذا اسمه الطب علم، مو كيفما اتفق يعملوا بعينة عشوائية. لا، ما في شيء بالطب اسمه عينة عشوائية. عندنا كورتيزول حربي بول 24 ساعة. بقى شايفين هدول الكلمات بصراحة هيجي منهم بالفحص كتير أسئلة. هي على كورتيزول حر 1 ميلي جرام و 8 ميلي جرام والتثبيت المديد، لأنه مو فجل نحن عم نبيع بطاطا وفجل، عم نحكي علم وكله مجرى عليه دراسات. هل هذا المريض بعمل له اختبار تثبيت ب 8 ميلي جرام ديكساميتازون؟ شو رأيه؟ هل أحد من الشباب حيقلي أصلي على النبي لسه أنت ما شخصتي إذا عنده فرط كورتيزولية بدك تنطي على اختبار تثبيت 8 ميلي جرام ديكساميتازون اللي بنستخدمه لتمييز إذا هالورم المفرز للأسيتي أتش إذا هو نخامي ولا غير نخامي؟ إذا لكل مقال مقام مقال، هذا الاختبار هون مو مكانه أبداً.
طيب كورتيزول اللعاب المسائي، على فكرة هذا كتير إنه هلا دارج أكتر شيء، بس ما بعرف يعني أكيد بسوريا لسه ما عم يشتغلوا، بس بالطب الحديث كتير عم يحكوا على موضوع كورتيزول بعينه من اللعاب. طيب شو رأيكم بكورتيزول الدم أو اللعاب بالساعداش بالليل؟ كمان صح، لأنه يعني إذا طلع طبيعي بينفي فرض كورتيزولية الدم. كورتيزول حر ببول 24 ساعة موافقيني، لأنه هو من بين الأشياء اللي بتبرهن لي على وجود فرض كورتيزولية. اختبار التثبيط بالجرعة المنخفضة ديكساميتازون، نعم، لأنه المريض مثل ما قلنا يعني ما لنا متأكدين بالمية أنه هو كوشينج، فلذلك من شان ما يكون في عندي إيجابية كاذبة بلجأ لهذا الاختبار. اختبار التثبيط بالجرعة المنخفضة ديكساميتازون 1 ميلي جرام، هذا لشو؟ من بين الاستقصاءات اللي بتقول فيه فرض كورتيزولية بالجسم. بينما اختبار التثبيط بالجرعة المنخفضة المديد أو البطيء، هذا مثل ما قلنا أنه من شان ينفي الإيجابية الكاذبة. هاي ناقشناهم، إن شاء الله تكونوا عم تفهموا علي. هلأ في كتير شغلة مهمة، هلأ هل من المعقول أنه أنا كلف المريض، أنا مريض إجل عندي بأعراض تشبه كوشينج، بعمل له كورتيزول حر ببول 24 ساعة، بعمل له كورتيزول مسائي، وبعمل له اختبار تثبيط بواحد ميلي جرام ديكساميتازون، وبعمل له يا باللعاب. لا طولي بالك علينا، واحدة واحدة. هلأ اثنين اثنين عطوني إيجابية، خلاص بقول فعلا أنه أنا أثبتت وجود فرض كورتيزولي. هذا السؤال كتير مهم. هلأ والله المريض فعلا طلع عنده بهالاختبارات اللي ساوينا له اياها، اثبتنا طلع عندي من الاختبارين اثنين ايجابيات، وقلنا والله انه عندي فرض كورتيزوليه، وانه في عندي فرض كورتيزوليه، وساويت انا ايكو بطن، واصدغري بيطلع عندي والله فوق الكليه في شغله شاكه فيها، وساويت طبقي محوري وتاكدت انه في عندي ورم قزري. استأصلنا. هلأ بعد ما استأصلنا الورم القزري وحيد الجانب أيمن، لأنه بدنا نناقش هالعبارات. هل أنه إذا المريض عنده كان ضغط، إذا بتذكروا كان ضغطه قديش قلنا 160 على 90، ما هيك؟ هذا عنده ضغط أكيد، بعد ما عملنا له العملية قسنا له ضغطه لقيناه عالي، هل هو دليل على عدم شفاء الكوشينج؟ أحياناً إنه إذا كوشينج حديث والمريض متأكد إنه أنا ما كان عنده ضغط، ووقت صارت أعراض كوشينج إنه صار عنده ضغط ممكن، بس أما غالباً إنه الضغط الشرياني مو بس بيجي، أحياناً المريض إنه هن بالأساس عيلته كلها عنده ارتفاع توتر شرياني أساسي وعندهم تصلب شراييني. إذن الكلام هذا مو كتير صحيح. المريض تاني يوم من العملية عملنا له الكورتيزول انه طلع 4 ميكروغرام، هل بيعتبر المريض شافي؟ نعم، لانه لازم ثاني يوم يكون اقل من 5. الكورتيزول اللعاب 11 بالليل اقل من 1 بالعشرة، كمان هذا بتعرفوا لانه عم نحكي هلا بموضوع اللعاب، وبالفعل انه عياره قليل، كمان انا موافقه عليه. هلأ بعد تأكيد الشفاء وتحسن أرقام الضغط، بس منخرج المريض على وصفة فيتامين د وكالسيوم فقط، قال مع مراقبة الكثافة العظمية بعد سنة على الأقل. شو رأيكم بهالحكي؟ إنه المريض هلأ نحن حكيناها إنه المريض استأصلنا له ورم كزر أيمن، ببعته تاني يوم بس على وصفة فيتامين د وكالسيوم بيهتم بالكثافة العظمية، في شغلة كتير مهمة إنه أبداً مو بس هي الوصفة اللي يكون فيها فيتامين د وكالسيوم، شو لازم يكون فيها كمان؟ لازم يكون فيها الكورتيزون لمدة 3 شهور ويفضل سنة. هلأ السؤال الخامس عم يقولوا إنه لازم نعطي الكورتيزون بجرعة عالية تخفض تدريجياً حتى إيقافها خلال 2 شهر. لا 2 شهر كتير قليل. إنه تنبيه المريض إلى تناول الهيدروكورتيزون في حالات الشدة خلال 2 سنين التالية للجراحة، هي شغلة كتير مهمة، حتى إنه كل المرضى
بيحطوا لهم اسواره بايدهم بحيث اذا تعرضوا هذول المرضى اللي خايفين عندهم من نوبه قشر قصور قشر قزح حاد دائما بنحط الاسواره بايدهم مشان اول ما يفوتوا على مشافي يكون غايبين عن الوعي، يكون علاجهم بالجرعه المنقذه للحياه اللي هي جرعه من الهيدروكورتيزون قبل ما يحطوا له حتى السكر. المرضى لانه بيكون عندهم نقص سكر شديد. المريض عرضه لحدوث تنازل سحب ستيرويدات، اكيد كنا عم نحكي لهالموضوع. خلصنا من فرط الكورتيزوليه وامشي نروح للتشخيص المضاد. هلا على العكس تماما، اجى المريض ما عنده كورتيزون ابدا. على فكره بالمجتمع بسبب كمان وجود الكوشينج الكاذب اشيع بكثير من اديسون، يعني بنشوف كوشينج اكثر من اديسون لانه الكوشينج له كذا مصدر، يعني الدوائي شغله كثير مهمه. وعندنا الكوشينج الكاذب مثلا مثل الحمل مثل البدانه، كثير احيانا بيعطونا كوشينج كاذب. اذا حنشوف مرضى سحنتهم كوشينج اكثر بكثير من اديسون. هلا الاديسون امتى بنقول اديسون؟ وقت بيكون بدئي، وقت بيكون تخرب قشر الكظر اكثر من 3 ارباعه، لا اكثر من 90% منه حتى. امتى بنقول قصور قشر كظر ثانوي؟ وقت بتكون الخلل وين؟ بالنخامه وانخفاض الاسيتي اتش. هلا شو اهم اشياء سبب، شو اهم الاسباب اللي بتسبب اديسون؟ كان بالايامات الماضيه وبالدول المتخلفه هو التدرج، بينما بالدول المتحضره سبب الاشياء، وهلا بيقولوا عالميا الاشياء هو المناعي الذاتي. الضاد بتتعرف على الخلية القذرية انه هي عدوة لها، بتستهدفها وبتبعث لها بتخربها بالاسلحة المناعية. هلا قد تكون هي محصورة بالكظر، وقد تكون امراض غدية صماوية، يعني المريض عنده قصور درق وعنده قصور كظر وعنده مرض مناعي ذاتي بهاق، وممكن يعني بيكون عنده احيانا شيء 5 امراض مناعية ذاتية وبالفعل يا حرام بنشوفه. قد يكون السبب هو ساركوئيد او نشواني، او انه بكثير بيذكروها بالاسئله العالميه انه مريض اجى نزف شديد بعد ما عطوه هبارين، اجى بنقص سكر وهبوط ضغط شرياني خطير، اضطرينا انه نفوت المريض على العنايه المشدده. هي بتسبب قصور قشر الكظر حاد، لانه بينزف قشر الكظر وبيوقف، وبتعرفوا الكورتيزون قديش عمره قصير، يعني المريض خلال ساعه بيكون رح ينتهي اذا ما انقذنا. الانتان الحاد هي كمان كثير بيجيبوا لكم اياها، انه مريض فايت على المشفى بحراره وصداع واقياءات، طلع عنده وبعدين فجاه نقص ضغطه وتحللوا له لقوا عنده السكر ناقص ولقوا عنده البوتاسيوم طالع. شو التشخيص؟ تشخيص انه المريض صار عنده سحائيات. وغالبا بيقولوا لكم انه المريض انه مو هي المكورات العنقوديه والسحائيه ذات المحفظه، غالبا كان بيكونوا باول القصه بيقولوا انه مساوي حادث وقايم الطحال. هذا الشيء قام الطحال بيأهب لانتان شديد بالسحائيات او العنقوديات، صار عنده انسمام دم، صار عنده انتان بقشر الكظر وقصور قشر الكظر حاد. أحيانا الرضع الخاصرة أو الضاد الكارديولبين، هي أمراض خسارية إذا أمراض مناعية ذاتية. هلأ أحيانا بشكل نادر أنه بيكون شو السبب ما عندي قصور قشر الكظر؟ أنه الكظر منيحة والنخامة منيحة، إلا أنه قشر الكظر ما عم يستجيب لها الحاسة. هلأ قصور القشر الكظر الثانوي مثل ما قلنا بسبب أنه النخامة فيها، أما غالباً بيكون أنه قصور نخامة شامل مو بس على حساب الأسيتي أتش. دائماً أنه وقت المريض عندي شيهان أو عندي مريضة قصور نخامة شامل، دائماً شو منعطي قبل كل شيء؟ منعطي الكورتيزول ثم الالتيروكسين. كمان هذا سؤال عالمي، انه بنعطي، تذكروا حكيت لكم يا وقت يمكن عم نحكي على قصور النخام الشامل، اول شيء بعطي كورتيزون بعدين بعطي التيروكسين. هلا بالقصور البدئي
كورتيزون ما في أسيتي أتش في كتير، في كتير تصبغات، لأنه في عندي الـ MSH. أنا كنت عم أقول AMH. الـ MSH إنه بتكون كتير عالية هي بالقصور البدئي، بينما بالقصور الثانوي لا عندي أسيتي أتش ولا عندي MSH اللي هي الحاسة الميلانينية. إذا المريض ما بيجي بالقصور الثانوي إنه مريض عنده تصبغات. هلأ الأعراض والعلامات السريرية لقصور قش الكظر. الأعراض السريرية مثل ما قلت لكم، أهم شيء عنده وهن وتعب، وعنده نقص وزن، عنده ضعف في العضلات مع آلام، عنده إقياء وألم بطن وإسهال، دايخ لأنه ضغطه نازل، تبدلات بالإحساسات. العلامات السريرية إذا كان عندي بدئي، نلاقي عنا فرط تصبغ أكثر شيء منشوفه بالفوق الركبتين والمرفقين، ممكن أنه على لعوة الثدي وعلى الندب الجراحية الحديثة. هبوط ضغط وهبوط توتر انتصابي. ليش؟ بسبب نقص الصوديوم والسائل خارج الخلوي. الكورتيزون شو بيعمل؟ بيرفع الصوديوم، بيحبس الصوديوم، وبيزيد السائل خارج الخلوي، بينما هدلولة ما له موجود الكورتيزون، فلذلك بيصير هبوط الضغط. البهاق لأنه بيترافق مع الأمراض المناعية الذاتية. نقص الهرمونات الجنسية، مثل ما قلنا أنه الكورتيزول كتير بيدعم الوظيفة الجنسية، ونقصه بيسبب تساقط أشعار جنسية واضطراب الوظيفة. كتير هاي حطوا لي عليها ثلاث، يعني شي 10 خطوط تحت منها هي آخر جملة. نقص الصوديوم، فرط بوتاسيوم، نقص سكر الدم. ما قلت لكم أنه بيجيبوا لكم مريض هيك، شو بيجيبوا لكم تحاليله المخبرية؟ صوديوم نازل، بوتاسيوم طالع، سكر ناقص. أنت لازم مباشرة إذا أجتك هاي التحاليل تفكر بدا أديسون أو قصور قش الكظر حاد. هلأ التشخيص، أول شيء مخبريات، منعاير الكورتيزول الصباحي منلاقيه قليل كتير. إذا لقيناه عالي قريب من العشرين، عشرين وما فوق، مننفي. هلأ إذا لأ إنه الرقم كان 15-18-10، هون لابد إنه نلجأ لاختبارات التحريض. هلأ بشو منحرض؟ منحرض بالأسيتي أتش. الأسيتي أتش اسمه سيناكتين، الإبرة اسمه سيناكتين، الإبرة الموجود فيها الأسيتي أتش اسمه سيناكتين. هلأ منعاير الكورتيزول قبل ما نعطي الأسيتي أتش، وبعدين نعطي الأسيتي أتش، وبعد نص ساعة من التحريض منشوف قديش صار عيار الكورتيزول. إذا ما ارتفع أبداً ضل نفس الرقم، نقول هذا مريض عنده داء أديسون. أما المريض القصور الكظر الثانوي، إنه ما مشكلته ما عم بيجي أسيتي أتش، أنت عطيته أسيتي أتش بيطلع سليم، وعند المرضى السليمين الطبيعيين كمان بيرتفع الكورتيزول. هلأ أحياناً إذا مريض قصور قشر كظر ثانوي من سنين وعطيته أنا الأسيتي أتش، بصراحة جرعة واحدة ما بتكفي لأنه يأطلق. ليش؟ لأن الخلايا من زمان ما لمتعودة لا على الأسيتي أتش ولا مهيئة حالة. بينما إذا كررت الحس أنا أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، ممكن أن الخلايا تتنعنش وتستجيب للأسيتي أتش وتعطيني كورتيزول. وإذا بعد ثلاثة أيام ارتفع ما ارتفع، منكون نحن فعلا أمام أديسون، يعني قصور القشر الكظر بدئي، يعني العلة بالغدة الكظرية. هلأ معايرة الأسيتي أتش كتير بتفيدنا. إذا بدئي بيكون الكورتيزول نازل والأسيتي أتش عالي، بالثانوي بيكون الاثنين نازلين. هلأ إذا لقينا الكورتيزول نازل والأسيتي أتش طبيعي، هلأ هو لازم يكون إذا بدئي لازم يكون الأسيتي أتش عالي كتير، لأنه آلية تلقيم مراجع السلبية عم تشتغل مزبوط. لقيناه طبيعي، صراحة هذا يعتبر منخفض ويعبر عن قصور ثانوي. هلأ اختبار التحريض بالCRH هذا لتفريق قصور الكظر، إنه هو نخامي ولا تحت مهادي. إذا كان المشكلة بتحت المهاد ما عم ينفرز CRH، أنا عوضته بشكل خارجي بيرتفع الأسيتي أتش. بحال شو؟ إذا كانت المشكلة تحت مهادية. إذا كانت مشكلة نخامية عطينا CRH بس النخامة فيها مشكلة، قصور يعني الخلايا تعبانة، ما بتقدر تفرز الأسيتي أتش وبشخص هون قصور نخامي. الفحوص المخبرية والروتينية مثل ما قلت لكم كتير مهمة. الصوديوم نازل
البوتاسيوم طالع السكر نازل، هون أكثر شيء بشوفه وين؟ بأديسون. بينما إذا إجاني إنه المريض مريض قصور كظر بس الصوديوم نازل والبوتاسيوم نازل، هون شو بشخص؟ قصور ثانوي. ليش؟ لأنه الألدستيرون ما له متعلق كتير بالإفرازه بالمية مية بالأسيتي أتش، ما عم ينفرز من حاله، يعني هو مثل ما قلكم بحالات معينة بيتأثر بالأسيتي أتش، بس بالحالات العادية لا ما بيتأثر فيه. هو مفروق، هو الغدة بالقصور الثانوي، الغدة في قشر الكزر طبيعية، الطبقة المفرزة للألدوستيرون ما بدها أسيتي أتش، بتفرز من حالها. فلذلك شو بيكون عندي؟ البوتاسيوم نازل، ما بيكون ما بيكون البوتاسيوم طالع. بينما بينما الطبقة الثانية والثالثة بدها أسيتي أتش حتى تفرز الكورتيزول والأندروجينات. هلا المرضى كمان بيكون عندهم حماض استقلابي، بينما بكوشينج بيكون عندهم قلاء استقلابي. هنيك بتزيد اللمفاويات والأسيسات، هون بتزيد عنا الحميضات، وبنلاقي اللي عند المريض فقر دم والبولة بترتفع. ليش؟ لأنه السائل خارج الخلوي ناقص. تشخيص الشعاعي، إذا أنا عندي قصور مثلا كظر حاد، جيت ساويت إيكو أو طبقي محوري، إذا لقيت إنه قشر الكزر كبير، هذا بيدل على نزف أو إنتان أو ارتشاح، بينما إذا كان صغير وضامر بسبب التخرب المناعي. العلاج، كيف بعالج مريض إنه أنا شخصت له قصور حاد أو قصور مزمن؟ هلأ العلاج دائما بيكون بالكورتيزونات، سواء هيدروكورتيزون أو أسيتات كورتيزون أو البريدنيزولون. دائما بنعطي تلتين الجرعة الصبح مثل الرتم الطبيعي، تلتين الجرعة الصبح تلت المساء. هلا الكورتيزول له اشكال كثيرة مثل الهيدروكورتيزون والبريدنيزولون والديكساميتازون، بس اقربها للفيزيولوجيا هو الهيدروكورتيزون. واحيانا توافره بيكون قليل، توافر اكثر للبريدنيزولون. ممكن اعطي بريدلون اللي بنسميه احنا بريدلون، بنعطي 5 ملي جرام الصبح ونص نص ملي جرام المساء. هلا اذا المريض عنده قصور كظر بدئي، معناها عنده القشره الحبيبيه والكبيه والحبيبيه والحزميه والشبكيه الثلاثه مضروبين. ليش؟ لانه قصور كظر شامل. هذا المريض بيكون عنده شو؟ بيكون عنده هبوط ضغط وعنده فرط بوتاسيوم، ولازم اعوض له شو؟ لازم اعوض له الكورتيزون ولازم اعوض له الالدوستيرون. فلذلك مو بس بعطيه كورتيزون، وبعطيه كورتيزون معدني اللي مشابه للألدستيرون اللي اسمه فلودورو كورتيزون، بعطيه بجرعة 25 50 100 ميكروغرام باليوم، حسب انه المريض كيف بيتحسن ضغطه وكيف بتتحسن شهادة البوتاسيوم عنده. بينما المريض القصور الكظر الثانوي، بعطيه ألدستيرون؟ لا، لانه الغدة الكظرية منيحة ومن دون الأسيتي أتش عم تفرز عندي الألدستيرون. هلا اي تعرض للشدة، سواء كان حروق، عملية، وفاة، يعني مثلا انه شدة نفسية، المريض اسهال قريب، عند التعرض للشدة لازم نزيد جرعة الكورتيزون من ضعفين لثلاث اضعاف. وحتى احيانا المريض على ثلاث اضعاف ما بيتحسن، انه احتمال اتصال لحتى العشر اضعاف. ودائما انه بحالة الشدة المريض احتمال يكون خلقت يعني ربه انه عم يستفرغ. شو بعطي انا ساعتها الكورتيزونات؟ بعطيها بالطريق الخلالي، لقيت أكد إنه بالمية مية امتص الكورتيزون، وما بعطيه عن طريق الفموي شيء اللي مريض استفرغ وشيء اللي سهل، لا، صارت بريح راسي وبعطيه عن طريق الخلالي مشان ما يتعرض لحالات خطيرة. الاختلاطات اللي منخاف منها هي نقص السكر واضطرابات الشوارد على رأس فرط البوتاسيوم والأزمة الكظرية. الأزمة الكظرية مقصود فيها قصور حاد، يعني مريض صار بده عناية مشددة. هلا هي الحالة السريرية، يعني فيكم تقروا لحالكم. هلا حنحكي عن الستيرويدات القشرانية السكرية وليس المعدنية. المعدنية اسمه فلودورو كورتيزون، انا عم بحكي عن الستيرويدات القشرية السكرية. هلا هي فيها ثلاث مجموعات، قصيرة ومتوسطة ومديدة التأثير.
هي كمان إنه عم يعطينا عبارات إنه بدنا نصححها. هلا فعلاً إنه أنا عندي ثلاث مجموعات قصيرة ومتوسطة ومدية التأثير، إلا إنه مو الكورتيزون هو الشكل الفعال، الهيدروكورتيزون هو الأكثر الشكل الفعال والفيزيولوجي أكثر. هلا قال هذا التقسيم إنه قصيرة ومتوسطة ومديدة التأثير بيعتمد على نصف عمره بالبلازما. لا، نصف عمره بالبلازما كله متشابه، مثل وقت نقلنا على الإنسولينات يعني بتشبه بشكل أو بآخر. هلا نصف عمر الكورتيزول والديكساميتازون في البلازما تقريبا متماثل. إيه حكينا إنه نصف عمره تقريبا متشابه، الكورتيزول 90 دقيقة والديكساميتازون 100 دقيقة. هلا بيعتمد انه هذا التقسيم انه قصيره ومتوسطه ومدريه التاثير بيعتمد على فتره التاثير واللي بيتعلق بالفعاليه الحيويه ومدى تاثيره ومدى تثبيته للاسيتاتش. هلا الجرعه المعياريه انه انا بريدلون 50 ميلي جرام، الكورتيزول تاثيره من 8 ل 12 ساعه، الديكساميتازون تأثيره 56 ساعة إذا بدي قارنه مع البريدلون عيار 5. الهيدروكورتيزون هو الأقصر من حيث زمن التأثير، زمنه قصير وسريع. هلأ ومثل ما قلنا أنه على الفعالية الحيوية وعلى مدى تثبيته للأسيتي أتش. هلأ الشورت أكشن يلي أنه قصيرة التأثير أنه تثبيته للأسيتي أتش خلال 36 ساعة على رأسهم الهيدروكورتيزون والكورتيزون. الوسط اللي مثل تريام سينيلون والميتيل بريدنيزولون بيثبت الأسيتي أتش بعد 48 ساعة، بينما المطولة هي أنه بتثبت الأسيتي أتش بعد 48 ساعة. هي تعتبر مديدة وتستخدم بالعلاج بالكريمات الجلدية للأمراض المزمنة مثل مين؟ مثل الديكساميتازون والبيتاميتازون. بتعرفوا انه الكورتيزون دواء مهم جدا، ما بيصير نقنع المرضى انه هو بيعمل انحلال عضلات وبيرفع السكر ومدري شو، بس بصراحة هو بنفس الوقت هو دواء لكثير من الأمراض ودواء أحيانا منقذ للحياة، وممكن انه نعطيه نحن يعني كمرحلة عابرة بيتحسن المريض وبيرجع طبيعي. بينما بيقول لك أنا كل شيء عالجني إلا بالكورتيزون. يعني للأسف إنه المرضى يا حرام إنه بيقتنعوا بقناعات ما في أصعب إنه من تغييرها. هلأ في كثير ملاحظة مهمة إنه الديكساميتازون نعطيه للمريض، مثلا إنه أنا عندي مريض قصور قلب وبنفس الوقت عنده ربو مثلا، أنا ما بدي شيء تعرفوا الوزمات، المريض القصور القلب عنده وزمات، أنا ما بدي شيء يسيء للوزمات، مين بعطيه؟ بعطيه الديكساميتازون. ليش؟ ليش؟ لأنه هو ما بيحبس الصوديوم، بينما الهيدروكورتيزون هلأ رح نشوف قديش بيحبس الصوديوم. وبنفس الوقت بس الديكساميتازون أنه شو؟ بيرفع السكر كتير. هلا هي انه قديش مضاد للالتهاب، قديش مين اقوى واحد؟ الديكساميتازون والبيتاميتازون كمضاد التهاب. قديش مين بيحبس الملح؟ شوفوا الكورتيزون الديكساميتازون ما بيحبس ابدا. مين اكثر من بيحبس الماء والملح؟ هو الكورتيزول الهيدروكورتيزون. ومثل ما قلت لكم الموضعي أحسن واحد من المديدين الديكساميتازون والبيتاميتازون. تنازل سحب الستيرويدات دائما وأبدا، ومنعلم كل المرضى ويعلموا جيرانهم وتسقيف اجتماعي، ما بيصير ولا بأي شكل من الأشكال مريض عم ياخد كورتيزون فترة طويلة، راحوا لعن جيرانهم قالت لي عم ياخد كورتيزون، والله بكرة بينحل عظمه، بكرة بينكسروا إيديه، بكرة بينكسروا إجريه، بكرة بيطلع بيصير معه السكر، هذا الدكتور ما بيفهم بس من شاني أرجيكم إنه شاطر أعطاكم كورتيزون. راحت لعبت بعقل حلاوة، والله وهالمريضة وقفت لابنها الكورتيزون بيوم وليلة، بدها ابنها يطلع شاب أبضاي. شو صار معه بها؟ شو صار معه هالولد بعد ما وقفت لأمه الكورتيزون؟ هو صار له عم ياخده سنتين وثلاثة أو عشرة مثلا،
وقفته أمه بشكل حاد، خلاص يضربوا الدكاترة وأدويته ووقفت الكورتيزون. شو بيجينا المريض؟ بيجي المريض على الإسعاف عنده إقياء ونقص وزن وعنده وجع راس وآلام عضلية وما له أدران يتحرك نهائي من الوهن والتعب العام وارتفاع حرارة وتسرع قلب وضغطه 5. المريض عنده هياج. هلأ شو اللي سبب هالآلية؟ في عنا كذا يعني كذا سبب إنه بآلية سحب الهيدروكورتيزون. CRH والفازوبريسين. CRH هو يعني الهرمون المفرز المحرض للقذر المهادي. الفازوبريسين السيتوكينات الانتروكين 1 و6 وTNF ألفا. مين يعني مين يلي بيسبب هالأعراض اللي قلت لكم ياها كلها؟ هدول اللي عم يقولون الوصائف CRH الفازوبريسين السيتوكينات الانترلوكين 1 و6 وTNF ألفا البروستاجلاندينات تغيرات بالجملة الدوبامينية والنور أدرينالينية هي المسؤولة عن الأعراض اللي هلأ حكيت لكم عليها. الوقاية منا شو بقول لهم أنا للمرضى؟ بدنا نوقف الكورتيزون بحيث أن الجسم ما يدرى أنه وقفنا الكورتيزون. يعني مثل واحد مثلا أنه لنفترض بده يترك رفيقه، إذا تركه فجأة وراح سافر على فنلندا أو على ألمانيا بينقهر وغيابه بيأثر عليه كتير، بينما أول يوم سافر على عزاز وتاني يوم سافر على تركيا وتاني شهر سافر على تركيا وضل عم يحاكي، يعني إنه شيء تدريجي بيجي وقعه على يعني على الشخص أقل بكتير. وهون نفس الشيء، بدنا الجسم يتعود إنه الكورتيزون عم ينزل شوي شوي، بدنا نوقفه من دون ما يدرى الجسم، يعني أصلا يتأقلم الجسم مع نقص الكورتيزونات وهو يحفز حاله بحيث أنه الغدة الكظرية تأفرز الكورتيزون ويصير المعاوضة بشكل منتظم. هذا في عنا بروتوكولات السحب التدريجي للستيرويدات. مريض مثل ما قلنا أنه عنده كوشينج Thank you.
Thank you.